يعني وين ما بتمشي سوري منبوز انت سوري منبوز كتير كتير يعني بيضربوك في ضرب. مثلا انا صار معي حادثه, انا كنت جاي من البيت جاي على المدرسه, في رفيقتي انا بعرفها معي بنفس الصف جاي من المدرسه شايفه عم تركض من بعيد وعم ترجف ومنظرها بيخوف يعني, وانا على تاني طالع على الاستراد قلت لها شو بدك شوفي, قال قال رورو عم ترجف صارت تحكي معي هيك, تقول لي خلصني من هالشباب. قلت لها خلص طلعي على الصف بقى هم جاي. انا قلت له شو بدك انت يعني, يعني انا حطيت انه اختي بهالموقف هون جنه. قلت له شو بدك, قال بدي البنت انت ما خصك بعد دفشتي هاي دفشتني قام ضربني هون وصارت مشكله بيناتنا كبيره يعني, واجوا فكونا اصحاب المحلات ولهلا لساتنا بيناتنا انه عم يتوعد لي بده يضربني انا وهيك بده يكسر لي راسي بس اه سوري بضربك هذا ما حدا سال عنك. يعني عم نتعرض كثير 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 تحرش